توبي بسم الله. نعم نيفين خانم. ناريمان وين ليلى؟ أصحك تجربي تكذبي علي، فهمتي؟ استغفر الله، أنا كذبت عليكي شي مرة؟ ناريمان مانا بالبيت، طلعت. وينها؟ مع ماجد بيك، طلعت تتسلى. قلي لي يلا، بتعرفي وين راحوا؟ معلوم، راحوا سوا على المزرعة. ماجد، ماجد، نيفين، يلا حياتي، الأكل جاهز. لا تخليني أنطر كتير. صحتين وهنا. شكرا عمو، تفضل. ليكو شو جبتلكن؟ من خيرات الضيعة فليفلة بلدية، بندورة بلدية، وفريز الجبل، وتوت أسود. أنت بتحوشهم؟ في سوق خضرة بلدي قريب من هون، ولما عرفت أنكن جايين جبتهم. يسلموا، طيبين والله. نيفين خانم هديك المرة كانت جايبتلك الفطور من هنيك. بس انت وقتها كنت نايم، ليش اليوم ما اجيت؟ متشكرين عمو صالح. ناريمان، 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 وقفي ناريمان. ماجد انت كذبت علي، اتركني. لك الموضوع مو مثل ما انك مفكره، وقفي لاشرح لك. ناريمان، اذا بتحبيني لا تخطي خطوه زياده، هالمره لازم تسمعيني. بليله اجيت على المزرعه، كنا تاركين بس محتاجك. نيفين عرفت انه انا هون من امي، اجت وقتها لحقتني، بس مو انا اللي جبتها ناريمان. بعدين الصبح جهزت فطور، حتى انه ضلت عم تفطر لحالها لانه انا فورا مشيت على الشركه، ما كانت معي. هذا هو الموضوع. قلت لي انك ما جبت اي وحده من حبيباتك قبل هالمره ماجد، ولهلا عم قولها ناريمان. بيني وبين نيفين ما صار ولا شيء، ولا مرة. لو سمحتي. شو عم تساوي هون؟ اطمن اطمن، رح امشي فورا. اصلا ما بدي ضل الي اي شيء بخصني بهالمكان. بنوب، لأنه هديك الليلة
بأوضة النوم نسيت أغراض إلي وجيت مشان أخذها. نور، أنت معهم؟ ناريمان لا. ماجد لا تلمسني. لا. لا تلمسني. على مهلك ناريمان. اسمحي لي فهمك بس. لا تفهمني بقى. لا تحكي لي أي تفاصيل بنوم. ماجد بس شغلة واحدة أقولى هلأ. كنتوا سوا أنت وياها بهديك الليلة؟ هلأ روقي وخليني فهمك الموضوع بالتفصيل. لا ما بدي روق. يا قلي ايه يا قلي لا. اجيت؟ اجيت. بس هي إذا نامت هون مو معناه إنه صار شي بيناتنا بليلتها. ومشان هيك هلأ نيفين جاي لتاخد باقي أغراضها من غرفتك. ناريمان، ناريمان. إيه يا عيني، نحن انبسطنا كتير بهاي القعدة الحلوة وبهالمفاجأة. كان بودي ضل هون امسح الأرض فيك، بس رفيقتي بدها تروح. We'll be right back.